موقع إسرائيل ديفنس العبري قال إن مصر في طريقها للحصول على سلاح متطور هيبقى الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، وهيتسبب في إزعاج كبير لإسرائيل. السلاح هو غواصات مسيرة متطورة ألمانية الصنع، بيطلق عليها MUM Mothership، وهو اختصار معناه السفينة الأم القابلة للتعديل تحت الماء. غواصة MUM بتقوم بتطويرها حاليا شركة تيسن جروب الألمانية، عملاقة صناعة السفن والقطع البحرية القتالية. الغواصة عبارة عن غواصة مسيرة تكتيكية غير مأهولة، تم بنائها في الأساس لقطاع البحوث البحرية والقطاع الصناعي لتنفيذ مهام كالصيانة على البنية التحتية في الماء، لمنصات البترول وكابلات أعماق البحار وتوربينات الرياح، بالإضافة لإمكانية أداء مهام مختلفة زي البحث في أعماق البحار والبحث العلمي، ومهام الأمن البحري زي المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية ومهام المراقبة الساحلية. غواصة MUM هتبقى لها أكتر من طراز وبتجهيزات متنوعة عشان تتناسب مع مجموعة المهام المطلوبة منها. الغواصة بتلقب بالسفينة الأم Mothership، وده لأنها مزودة بأنظمة متنوعة بما في ذلك البطاريات وأجهزة الاستشعار وحاويات نقل، وحتى إمكانية تزويدها بروبوتات صغيرة يمكن إطلاقها تحت الماء. وكل غواصة بيتم تزويدها بمجموعة من الوحدات المختلفة حسب المهمة المطلوبة منها. وبحسب موقع إسرائيل ديفنس الصهيوني، فالطراز اللي هتحصل عليه مصر هو الطراز الخاص بالأمن البحري كسلاح بحري جديد للعمل في القوات البحرية المصرية. وحسب موقع تيسن جروب، فالغواصة هتستخدم نظام الطاقة الكهربائية كمصدر رئيسي للطاقة من خلال تنفيذ أحدث خلايا وقود خالية تماما من الانبعاثات، وعند الضرورة هيتم دعم نظام الإمداد بالطاقة بوحدة بطارية من الليثيوم. وبغض النظر عن الرياح والطقس، فالغواصة قادرة على العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولمدة 365 يوم في السنة، ودي ميزة ثورية ومهمة جدا هتتناسب مع المهام طويلة الأمد زي المراقبة والاستطلاع البحري. كمان الغواصة تم تجهيزها بأحدث نظام دفع لا هوائي، وهو نظام AIP اللي بيستخدم خلايا وقود الهيدروجين وبطاريات من الليثيوم، واللي هيسمح للمركبة غير المأهولة بأداء مهام طويلة تحت الماء وعلى أعماق كبيرة بتوصل حتى 5000 متر. أما بدن الغواصة فمكون من وحدات أساسية أو أجزاء أساسية بتشمل نظام التحكم والتحويم وخلية الوقود ونظام الدفع ونظام الاتصال والتحكم، وكل وحدة مغلفة بالكامل بغلاف هيدروديناميكي ومصممة كحاويات بطول وعرض قياسي. ووفقا لمقالة نشرها موقع جينس، فشركة تيسن جروب وهي الشركة المصنعة للغواصات اللي بتشتريها مصر وإسرائيل بتقوم حاليا بتطوير جيش الدفاع الصهيوني، ومن ضمن خطة التطوير تزويد الكيان الصهيوني بمسيرات MUM. ومن المتوقع ان الشركة تقدم اول نموذج اولي في مطلع العام 2024. وفي نهاية المقال اللي نشره الموقع الصهيوني قال ان الغواصة المسيرة هتبقى في حيازة المصريين في السنوات القادمة، وطرح تساؤل هل البحرية الإسرائيلية لديها إمكانية لكشف الغواصة؟ من المعروف طبعا ان حركة الغواصات في الماء بتسبب اضطرابات موجية عنيفة، بالإضافة لأن محرك الغواصة نفسه بيخرج منه انبعاثات حرارية، وبالتالي بيبقى سهل لرصد الغواصة وتتبعها. لكن ده بيحصل مع الغواصات القديمة اللي بصمتها الرادارية والحرارية عالية، وبالتالي سهل رصدها وتدميرها. لكن مع التطوير المستمر في قدرات الغواصات والنجاح في تقليل بصمتها الرادارية والحرارية، واللي سبب ظهور نوع جديد من الغواصات هو الغواصات الشبحية، أصبح من الصعب كشف النوعية دي من الغواصات أو رصدها بالرغم من إزاحتها الكبيرة. وبالتالي فبالنسبة للغواصات صغيرة الحجم زي غواصات MUM وغيرها من الغواصات المسيرة الحديثة، فهيبقى تقريبا من المستحيل رصدها بدون أجهزة متطورة عالية الدقة مصممة خصيصا لرصد النوعية دي من الغواصات. بالإضافة لأن غواصات MUM من الغواصات اللي بتستعمل الطاقة الكهربائية النظيفة كمصدر رئيسي للطاقة، وبخلايا وقود خالية تماما من الانبعاثات، وبالتالي هيبقى من الصعب جدا رصدها.